فلسطين كدولة غنية بالتنوع الحيوي تحتاج لتطوير إمكانيات أنه يكون في استدامة للإنسان وللطبيعة، وهذا يحتاج قدرات كبيرة. فرأينا تكوين برنامج للتنوع الحيوي والاستدامة بالتعاون مع مختلف الوزارات، منها سلطة جودة البيئة ومنها وزارة الزراعة. أصبح لابد ومن الواجب أن نؤهل الأشخاص، نؤهل الكوادر التي تستطيع أنها تتعامل مع البيئة وتحافظ عليها. هذا البرنامج هو برنامج نوعي وفريد من نوعه في كل الشرق الأوسط. هذا البرنامج سيساعد الطلاب على تقوية قدراتهم في خلق وظائف وفي سد الحاجة للوظائف في التنوع الحيوي والاستدامة، الزراعة البيئية وغيرها. هذا التخصص يؤهل الخريج للعمل في مختلف الوزارات، مثل وزارة الزراعة، وزارة السياحة، سلطة جودة البيئة، لأن هذه الوزارات هي بحاجة للمتخصصين الذين يستطيعون أن يبحثون في الاستدامة للتنوع الحيوي والبيئة. نرحب بكم في هذا البرنامج وشكرا لكم.